المقال الممنوع للدكتور عمار علي حسن الباحث في العلوم السياسية. أسعار تشتعل ودولة لا تحمي ولا ترحم وطبقة وسطى تنهار. ويؤكد خلاله أن التخلي عن تقديم الدعم تدريجياً ألقى بالمزيد من الناس تحت خط الفقر، وتقول السلطة أنها لا تجد خياراً سوى الاستجابة لشروط صندوق النقد، وتغافلت أنه تسبب في تخريب بلدان عدة، وبشهادة خبرائه أنه لا يملك حلاً سحرياً للبلاد المتعثرة اقتصادياً. بعدما تمردوا على تعليماته القاسية نجوا من مخالبه الجارحة، ثم تساءل من الذي حشرنا في الزاوية بحيث لم يعد أمامنا سوى خيار واحد؟ هل ما يتم اقتراضه من الصندوق يذهب إلى الاستثمار في مشروعات ستجعل اقتصادنا المريض يتعافى؟ وفيما يخص ارتفاع الأسعار، فالسلطة لا تقوم بحماية المواطن من عزف التجار وفارضي الإتاوات. أين الأموال التي قدمت لمصر بعد 30 يونيو 2013 من دول خليجية؟ وهي لو أنفقت في مكانها الصحيح لأغنتنا عن الصندوق وشروطه. وهل ما يتم اقتراضه من الصندوق يذهب إلى الاستثمار في مشروعات ستجعل اقتصادنا المريض يتعافى؟ أم ستتبخر على غرار سابقتها؟ وفي الأساس، هل يمكن أن ينهض اقتصاد لا يقوده سوى سماسرة الأراضي والمباني؟ وإن جئنا إلى ارتفاع الأسعار بعد رفع جزء من الدعم عن الوقود فيما يزيد الطين بلة، أن السلطة لا تنط بما عليها من واجب في سبيل حماية المواطنين من عزف التجار والمتحكمين في النقل وفارضي الإتاوات. ويزداد الأمر سوءاً في ظل تعطل المعادلة المتعارف عليها في العالم كله، وهي الضريبة في مقابل الخدمة والضريبة في مقابل المشاركة في القرار. فقدرة الدولة على تقديم الخدمات تتراجع، وكثير من الأموال التي تجمع من حصيلة الضرائب لا تذهب إلى ما يخفف عن الناس معاناتهم في تدبير ما ينفقونه على التعليم والصحة، وإن جرى فهو ضئيل قياس إلى ما هو مطلوب ومستحق. أما المشاركة فهناك ما لا حصر له من القيود عليها والسدود التي تحول دون انطلاقها، والحدود التي تمنع كل مواطن من حرية التفكير والتعبير والتدبير، مع أن أي منصف يجب عليه أن يمد جردة الحساب لتقف على الأقل عند حدود 1952 ويقارن بين اقتصادنا قبل هذا العام وبعده، أو يتقدم سنوات إن شاء ليقف عند 1974 التي بدأ فيها ما سمي بالانفتاح الاقتصادي، ويقارن بين ما قبلها وبعدها. إنها سلسلة متعاقبة من الفشل لم يكن سببه اقتصادي بالأساس، إنما سياسي. فحكام مستبدون بلا خبرة ولا خيال ولا تأهيل وتعليم عميق، يحول المنافقون خطاباتهم الجوفاء إلى خطط عمل، ويضع المنتفعون كل القرار في أيديهم، جعلوا بلادنا تسير من وعكة إلى أخرى حتى وصلنا إلى ما نحن فيه.